طيب الخبر الثاني المهم اللي معايا النهارده وهو متعلق بمشاركه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في اليوم الدولي للرياضه من اجل السلام. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على حضور احتفال اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه والشبابيه النهارده في اليوم العالمي للرياضه من اجل السلام. هذا الحدث اللي اقيم ظهر اليوم الثلاثاء في مركز شباب الجزيره بحضور دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. قدامكم بعض اللقطات من مشاركه الكابتن محمود الخطيب في مركز شباب الجزيره في هذا اليوم المهم جدا، اليوم الدولي للرياضه من اجل السلام، احتفالا طبعا باحد الاتحادات او اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه والشبابيه. الكابتن محمود الخطيب القى كلمه خلال هذا الاحتفال وجه فيها الشكر لكل الحضور على راسهم طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وجميع المشاركين، معربا عن سعادته بهذا الجمع للاحتفال باليوم الدولي للرياضه من اجل السلام. في تفاصيل وفي كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب وكلمه ألقاها الكابتن محمود الخطيب في هذا الجمع الرياضي الشبابي في اليوم الدولي العالمي. نتابع. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير، بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحسن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من زوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.